اهلا بيكم في قناه بروجرامينج بوكس. النهارده هنبدا كتاب جديد وهو الجروكينج الجوريزمز، وهندي انترودكشن عنه وهنتكلم فيه كام شابترز، كل شابتر بيتكلم عن ايه من غير ما ندخل في تفاصيل. الكتاب عندنا فيه 11 شابتر، اول 3 شابترز بيتكلموا عن الاساس اللي هيخلينا نفهم بقيه الكتاب باريحيه اكتر. اول شابتر عندنا بناخد فيه الجوريزم اسمه الباينري سيرش، وبنتعلم حاجه اسمها البيج او نوتيشن، وبنفهم يعني ايه الجوريزم. والبيج اونوتيشن بتساعدنا ان احنا نقدر نقيس اذا كان الالجوريزم بتاعنا ده سريع ولا بطيء، ومش بس على الباينري سيرش، لا ده على بقية الالجوريزم اللي في الكتاب. وفي شابتر 2 بنتعلم حاجتين مهمين جدا في الداتا ستراكشر، وهم الاري واللينكد ليست، لاننا هنستخدمهم في باقي الكتاب، وكمان هيأهلونا لحاجة ادفانسد اكتر وهي الهاش تيبل في شابتر 5. بعد كده هنخش على شابتر 3 وهنشرح فيه الريكيرجن. والريكيرجن ده مش الجوريزم لكنه تكنيك بيساعدنا في الجوريزمات كتير قوي زي الكويك سورت، وده هنتكلم عنه في شابتر 4. بعد كده الكاتب بيقول لنا ان البيج او نوتيشن والريكيرجن بتبقى مواضيع صعبة شوية على البيجنرز، عشان كده هو أبطأ في شرحهم عشان لما نستوعبهم كويس هيساعدنا دوت طول الكتاب. بعد كده بقى هنتكلم على توبكس متفرقة مش شابترز بعينها، الكتاب يعني هيتكلم عنها بس هتبقى متقسمة على مدار الشابترز. هيتكلم عن البروبلم سولفينج تكنيكس، ودوت قال لنا ازاي يعني المشاكل اللي بتواجهنا في الكود والتفكير كلوجيك والحاجات دي، ودوت هنكفره في 3 شابترز 4 و8 و9. نتعلم ازاي نحل المشكلة بتاعتنا بشكل كفء، يعني مثلا ممكن نجرب حاجة اسمها divide and conquer دي في شابتر 4، أو نجرب الديناميك بروجرامينج دي في شابتر 9، أو نعرف إن مفيش solution أصلا هينفع مع الحل بتاعنا أو الكود بتاعنا، فنضطر نجيب له يعني نتيجة تقريبية زي شابتر 8 في الجريدي algorithm. بعد كده في الهاش تيبلز، الهاش تيبلز دي هنكفر الهاش تيبلز في شابتر 5، والهاش تيبل دي حاجة مهمة جدا في الداتا ستراكشر عندنا، هتبقى حاجة عاملة زي الديكشنري كده. مثلا أنا لو عندي عايزة أخزن بيانات مثلا شخص معين اللي هو زي اسمه رقم تليفونه، مش هقعد أسيرش عن هقول نيم وأكتب قصادها اسمه نمبر وأكتب قصادها رقمه، هنفهم أكتر في الشابتر إن شاء الله لما يجي. بعد كده في الجراف ألجوريزم، الجراف ألجوريزم ده الكاتب غطاه في 2 شابترز وهما 6 و7، والجراف الجوريزم دي طريقة كويسة مثلا زي السوشيال نتورك الروتس والحياة ديت، وكمان في الكي نيرست نيبل. والكي نيرست نيبل دوت ماشين ليرنينج الجوريزم، مش الجوريزم بس، ده ماشين ليرنينج الجوريزم بيساعدنا ان احنا نعمل ريكومنديشن سيستم، نحلل القيم اللي عندنا، نكلاسيفاي يعني مثلا نقول دي سبام او نوت سبام وحاجات كده. بعد كده الشابتر 11 اخر شابتر عندنا هو شابتر 10، بياخدنا لشوية مواضيع تانية، الجوريزمات تانية وكلام عنهم بس كلام بسيط مش متعمق قوي عشان يحسن فهمنا للكتاب كله، عشان نقدر نحقق اكبر استفادة يعني. بس ازاي بقى نستخدم الكتاب دوت، يعني ازاي نحقق اكبر استفادة من الكتاب؟ اول حاجة ان انا اقرأ الشابترز بالترتيب لانها كل شابتر مبني على اللي بعده. تاني حاجة ان الكود اللي بيبقى في الكتاب ان انا لازم اعمل له اكسكيوت بنفسي، اجربه بنفسي على الاي دي اي بتاعي واجرب ارنه واشوف واجرب امثله. تالت حاجه ان بيبقى فيه اكسرسايزز في الكتاب ان انا احلها. بمناسبه الاكسرسايز، بعد كل فيديو هيبقى فيه في الديسكريبشن بي دي اف فيها الاكسرسايز والبي دي اف فيها السوليوشن، ويا ريت بلاش تروح للسوليوشن قبل ما تجرب تحل وتفكر فيها كتير. مين اللي المفروض يقرأ الكتاب دوت؟ الكتاب ده معمول لأي حد يقدر يقراه، عنده شوية بيزكس عن الكودينج وحابب ان هو يفهم الالجوريزمز. ممكن يبقى شخص هاوي كود، ممكن يبقى شخص بيدرس اصلا كود مثلا زي الكمبيوتر ساينس، او ممكن حد دارس فيزيكس او ماس، او اي حد عامه انترستد بالبروجرامينج بس يكون عنده شويه بيزكس في الكود، لان الكتاب كل الالجوريزم دي الامبلمنتيشن بتاعه، والامبلمنتيشن مكتوب بالبايثون، والبايثون لغه سهله ما تقلقوش.
بس كده. في النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب.